أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالتوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في المدن الساحلية والحدودية. تأكيد مدبولي جاء خلال اجتماع عقده لمتابعة خطة التوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر. وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أن الحكومة تحرص بشكل جاد على تحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، ذلك ضمن مساعي توسيع قاعدة مشاركة مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد المصري باعتباره شريكا حقيقيا في أعمال التنمية ووجه مدبولي بتشكيل لجنة فنية تتولى تلقي العروض من جانب الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر والتفاوض من أجل التوصل إلى أفضل الأسعار المقدمة كما كلف أجهزة الدولة بأهمية توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات التحلية